مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم أوفياء برنامج في صميم القانون. الشيوع، هل كثير منكم قد وجد نفسه أو قد يجد نفسه موضوع أمام هذه الحالة القانونية؟ نظام قانوني تبدو من الوهلة الأولى حلوله جد بسيطة، لكنها ليست كذلك، بل في الكثير من الأحيان قد يكون مالك أو المالك على الشيوع محل نزاع أو مصدر العديد من المشاكل التي تستوجب حلول مستعجلة، خاصة عندما تتضارب المصالح بين الشركاء، وقد تكون بطريقة ودية أو عن طريق المسار القضائي طبعا، وسنعرف كل هذا في البرنامج. كيف تنشأ إذن هذه الحالة القانونية؟ هل هي دائما مفروضة على الفرد كالميراث مثلا في حالة الميراث، أم تكون اختيارية؟ ما هي الحلول القانونية التي يقترحها المشرع الجزائري لإزالة حالة الشيوع؟ هل القسمة الرضائية الأفضل أو هي أفضل حل من حيث الوقت والمصاريف والتكاليف لإنهاء حالة الشيوع، أم أن المسار القضائي أنجع وأضمن لفرز الملكية المشاعة؟ إذن هذه أسئلة من بين الكثير من الأسئلة سنطرحها حول موضوع الشيوع وكيفية الخروج من الشيوع، موضوع معقد تقنيا وقانونيا. نرجو فقط أن تبقوا معنا، وكالبداية دائما نتوقف عند ورقة صحفية لعباس عبد الجليل ونعود مباشرة. السلام عليكم. السلام. مساك أستاذ، لاباس بخير؟ الحمد لله لاباس لعنيك. نسقسيك على نشرو أنا وصاحبي قطعة أرض، أكت ليبري فرونسي، كيفاش الاجراءات ومن بعد واش يصرى الناس كتولي في الشيوع ولا تقعد هكذاك؟ شوف كي تشريو مع بعض معناتها اوتوماتيكمون كل حاجه تبنوها مع بعض. اذا درجت قطعه ترابيه يكون على اسمك واسم السيد هذا، اذا بنيتو تبنيو مع اسم مع اسم السيد هذا، معناتها تبقاو دائما متلازمين بعضكم حتى اخر اذا كملتوا البنيان. هذا ما يسمى بالشيوع. الحق في الملكيه من اهم الحقوق الماديه التي تخول لصاحبها الحق في استعمالها واستغلالها والتصرف فيها في حدود ما يخوله له القانون. وتكون الملكية في الأصل لشخص واحد يستأثر بجميع الحق لوحده، لكن في حال تعدد أصحاب الحق يصبح هؤلاء الملاك شركاء على الشيوع. الشيوع أنا ثقافتي عامة، يعني في الشيوع هو عنده علاقة مع الإرث. قال هذا ورث بال ولا شيوع تاع فلان وعند النخلة، قال 50 متر ويدي 10 هكتار وراها، هذه موجودة. كما يقول له باغ اكزومبل، أنا واحد صاحبي تفاهمنا باش نشرو قطعة أرض هكذا، نبداو نبنو ونهار تكمل البناء وكذا منه من لافينيسيون كذا منه، من واحد يقول لك أنا ندي سير لاغوش، الآخر يقول لك أنا ندي سير لادروات، وهنا يكون الإشكال. عندنا مثلا في الصحراء أن الشيوع في كثير من الأحيان هو ملك مشاع إلى عائلات معينة، حكم أن عائلات كبيرة تحتوي، يقول لك المكان هذا وين كامل ملك العرش الفلاني. لكن مع تطور المدينة، مع تطور والتوسع في المدن، أصبح الشيوع يشكل عائق كبير جدا. الشيوع صورة من صور الملكية تنشأ عندما يكون العقار مملوكا لعدة أشخاص، لكل منهم حصة سهمية فيه. ولكن في حال رغبة أحد المالكين إزالة شيوع هذا العقار، هنا قد تنشأ العديد من الإشكالات القانونية في حالة عدم اتفاق الشركاء على حصة كل واحد منهم، ويتم اللجوء إلى القضاء لإتمام الفصل بشيوع هذا العقار عن طريق دعوى إزالة الشيوع. عندما نعمل نقل الملكية للمتوفى، يعني الورثة يبقوا في الشيوع، يعني مش مقسمين. معناتها عندهم فرض نخلة واحدة انتيرا، يعني قطعة أرضية فيها 500 متر أو 600 متر كاري، هنا يبقى المتوفي كان ليه وبعد ينتقل إلى الورثة. هنا المشكل في الورثة، كيفاش رايحين يكون كل واحد مثلا يقول لك على الطريق، واحد يقول لك نحب ندي على الطريق مثلا على الحانوت، واحد يقول لك على الطريق، واحد يقول لك ماذا بيا نبني داخل. هنا يطرح نزاعات فيما يخص الشيوع، خاصة المشاكل موجودة على مستوى يعني الأرياف ولا المستوى يعني خارج العاصمة. هنا يطرح كثير مشكلة الشيوع، لأن المواطنين يشريوا قطعة أرضية
غير مثلا في منطقة غير عمرانية، ولو يبقوا يبنيوا فيهم ويبنيوا في الشيوع، يبنيوا في الشيوع، لأن المبدأ أن واحد عنده يبني لازم يكون عنده رخصة البناء، ورخصة البناء ما يتمدش إلى مواطن إلا إذا كان عنده قطعة مفرزة، وهو الإشكال الموجود حاليا على مستوى خاصة خارج العاصمة. المشرع الجزائري وضع مجموعة من القوانين من أجل تنظيم الملكية على الشيوع بهدف ضمان انتفاع كل مالك بحصته بما يضمن حقه ويحول دون مساسه بحق شركائه. فإلى أي مدى ساهمت هذه التشريعات في وضع حد للإشكالات القانونية المترتبة عن هذا النوع من المعاملات؟ إذن مرحبا من جديد، نتمنى أن تبقوا معنا، استفهامات كثيرة سنطرحها حول الموضوع، وطبعا لإثرائها والإجابة عنها ضيوفي وضيفي هو الجيومتر مهندس خبير عقاري محمد عراب عبديش. مرحبا، عسلامة. وأستاذ محمد فقير دائما مستشار البرنامج لكل استشارة القانونية، وطبعا لإثراء برنامج هذه الأمسية. بداية ربما حتى ندخل في الموضوع لكن يفهمنا المواطن على وش رانا نهضروا، الشيوع أو الملكية على الشيوع، ملكية مشتركة، ملكية مشاعة، الفرق بينهما، كيف يجد المواطن نفسه في هذه الحالة مفروضا أو اختياريا سيد محمد عرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حالة الشيوع هي كاين طريقتين كيف الإنسان يجد نفسه في حالة الشيوع. قد يكون كما قلتي على طريقة تاع ورث، دونك إذا كان ميراث دونك نكونوا في الورثة يكونوا في حالة الشيوع. هذه الحالة الأولى. وقد يكون الحالة الثانية أنه الإنسان بتلقاء نفسه يروح يشري في الشيوع، يروح يشري في الشيوع، يتمح بيقول بلي يشري مع جماعة واحد أخرين، يشري مع جماعة واحد أخرين شخصين أو أكثر. نعم، الحالة الشيوع هي من بارتير من تنين وما أكثر وما كاش، يعني لا نهاية ربما. هل احنا في الجزائر ربما الملاك على الشيوع، يعني كما يقول لك أباغ ليزيريتي، يعني اللي يورثوا ولا الهبة ولا الوصية، اللي يشريوا على الشيوع هل يشريوا أكثر في أراضي فلاحية، عقار يعني غير مبني، أو بنايات، أو شقق، يعني شقة ربما ما كاش قليل حسب التجربة يعني. لا، في هو ممكن، هو ممكن الشراء الور إذا كانت في شقة ولا حاجة، هنا نتكلموا لا نتكلموا على لا إنسان يشري في لاكو بروبريتي، باسكو علاش كاين شياع شيوع في على أرض، دونك في حارنا في حالة تاع الانديفيزيون بينا، وقد نشتري كذلك حالة أخرى اللي هي مهمة كذلك في هذا الإطار اللي هي في ما يسمى بالملكية المشتركة. الفرق بين المشتركة والمشاعة، لا كوبروبريتي تقال للبناية، دونك انسان نقسم البنايه هذه، عندما نقسم البنايه نعملوا الملكيه المشتركه، تخرج عندنا الملكيه، دونك نو سوم دون لا كوبروبريتي. على ديفيرونس كونت اون الور دون لا كوبروبريتي اون بو اتر اوسي دون لانديفيزيون، تقدر تكون في حاله يعني شراء يعني مشترك، لكنك كذلك تكون في حاله شياع. استاذ محمد فقير، قانونيا المقاربه القانونيه لكل هذه المساله يعني ببساطه نعم اخت فازيا، بالنسبه للملكيه المشتركه او عفوا والملكيه الشائعه الشائعه والمشاعه أو المال الشائع، المال الشائع والذي قد يكون منقول نعم وقد يكون عقار. يعني منقول مثلا نقول لك سيارة ورثناها، ورثها ورثوها في عشرة، هذه عبارة عن
مال منقول ومملوك في الشيوع فيما بينهم، يعني مشتركين كلهم في هذاك المال، وقادر يكون في العقار. احنا في من حيث الميدان المشكل في العقار، وخاصة أنه لما كما قلت أنت تتضارب المصالح، هنا تظهر مشكلة الشيوع. أما لما يكونوا متفقين الأمر سهل، فقط مسألة وقت ومسألة إجراءات إدارية ومسألة أمر تقني مع الخبير العقاري. أما لما يكون تضارب المصالح هنا يظهر المشكل. ما نقصد بالملكية الشائعة؟ الملكية الشائعة معنى ذلك هنالك عقار يتشاركوا فيه 10 أشخاص، كل واحد مثلا عنده 200 متر في هذاك العقار، إذا كل واحد فيهم من حقه أنه يتمتع بتلك ال 200 متر. قبل أن نأتي إلى مسألة التمتع، يعني عنده 200 متر معروفة مش معروفة؟ هذا اللي راح نكمل لك، يعني أنه ذلك العقار هما في 10، كل واحد عنده 200 متر يتمتع بها في ذلك العقار، ولكنه غير مفرز، يعني هل موجود في اليمين، هل في اليسار، هل في الأعلى، هل في الأسفل، هل في الوسط، هل يجي على حافة الطريق، هذا الغير معلوم. لما يكون غير معلوم فيما بعد يخلي ذلك الشريك أكيد يتمتع، ولكن في التصرف في تلك الملكية ما يتمتعش، يعني عنده استغلال وعنده الاستعمال، ولكن أنه يتصرف فيها بحيث أنه يبني، أنه لما يجي يبني من حقه يبني. لماذا؟ لأنه راح يبني في تلك كل القطعة الأرضية، لأنه هو مالك بالنسبة للقانون يتمتع ب 200 متر في كل تلك القطعة الأرضية، ولكن ما راحش يبني برخصة، لأنه رخصة البناء راح تمد بعد أن يفرز حقه. ثاني شيء لما يجي بيع فيما بعد، الشخص اللي بيع في الملكية الشائعة، أنا مالك يا أستاذ محمد فقير، ربما يعني القسمة وكذا وكذا سنأتي إلى فيها يعني في سياق الحديث. لكن قبل ذلك، هل هذه الملكية ماذا نقصد بالاستغلال؟ أنا عندي كاين عمارة أنبتي عمارة وهي على المشاع، أنه أنا عندي الحق نستغل كل الشقق مثلا في هذه العمارة بما فيها لاتغاز بما فيها كل شيء، وش معناتها بالاستغلال والتمتع بكل شيء؟ نفس الحقوق لكل الأفراد. نعم ألور نفس الحقوق، نزيد واحد إضافة. نعم. برك ألور في الشياع، الناس كي تكون في الشياع قد أون بورا أتريبيوي، قد يكون عندهم لو بيرمي دو كونستروير، يعطيو لهم بيرمي دو كونستروير، ولكن بيرمي دو كونستروير كيف اللي رايح يمد يكون للجماعه كامل وهذا. ولكن نقول لك انايا انه الشيء مليح، ولكن سا بو اتر اون سورس دو بروبليم دون لو فيتور. ورانا نشوفوا في المحاكم يعني انها مصدر كل النزاعات، خاصه في حاله الوفاه، في حاله الورثه. طيب اذا الانتفاع واستغلال هذه الملكيه في الشيوع، عندي الحق أن ندير كلش هكذا، لكن في بعض الحالات تحدثت عنه أنه فيه مصالح تتصارع، وبالتالي العديد سواء ورثة أو سواء يعني كما يقولوا يعني أنه شراء يعني اختياري، نعم يروح يحب يخرج من هذا الشياع. كاين زوج طرق لخروج من هذا الشياع، وديه وقضائيه. نبدا بالقسمه الوديه او الخروج بطريقه وديه. كيف تبدا هذه المرحله؟ الور في القسمه الوديه، الور في القسمه في حد ذاتها اول شيء كي دي خروج من الشيوع يعني نتقاسموا. نعم الور لا كونديسيون الاولى اللي لازم تكون انه الاطراف، جميع الاطراف تكون اذا باش نكونوا في الوديه، انه جميع الاطراف تكون قابله للباه يروحوا ليقسموا. هذا مهم، اذا كانوا الاطراف كامل باه يقسموا، كان رضا باه يقسموا، هذه الاول. ومن بعد الرضا كيفاه يقسموا للملك هذاك، هذا كيكون مفاهمة هذه خلاص. هذا في الرضا ما كانش مشكل، ما عندناش إشكال. طيب كانوا يعني مرضيين كلهم واتفقوا أنهم، وش راح يديروا؟ كلينا بروسيدور يعني هنا مسار إداري هنا. نعم نعم، أولا ديجا من ناحية تاع الوثائق تكون عندهم الوثائق تاعهم. إلا حنا اون سيبوز كو هما هاد الناس هادو ما عندهم الوثائق تاعهم، العقد الملكيه اكسيتيرا، دوكا نفوتو يفوتو قبل ما نفوتو لابارتي جوريديك، نفوتو في لابارتي تكنيك اللي هي تخص المهندس الخبير العقاري اللي رايح يدير لهم القسمه. لازم يكون لازم تكون يدير القسمه، لازم تكون القسمه حتى الفرز، حتى يكون الفرز
لم يكن القسمة لا تكون الفرز. ما نقدروش نهضروا على إذا ما نقدروش نقدروا نتحدثوا على الخروج من الشيوع بدون كل هذا الطرق. أكيد أخت فازية، لأنه كما قلت أنت وتفضلتي هناك القسمة القضائية وهناك القسمة الودية وكاين القسمة كذلك ما يسمى بالقسمة المهيئة لأمر آخر، ولكن المعروف عند المواطنين هو القسمة القضائية والودية. في الودية حقيقة بالتراضي، ولكن ربما في بعض الأحيان كذلك يكون بين الأشخاص هو شخص قاصر، وهذا الشخص القاصر احنا لابدنا نرجع الى ما يسمى بالماده 88 من قانون الاسره، انه الولي نتاعو لازم هو اللي يجيب اذن من المحكمه. اذا رفضت له المحكمه انه يتصرف في هذا العقار بالقسمه، هنا نكونوا مجبرين الى اللجوء الى القسمه القضائيه. القسمه الوديه حقيقه هي مفروضه اذا كانوا الكل بالغين ومتفاهمين فيما بينهم، ولكن إذا كان قاصر فيما بينهم ولم يتحصل الولي على الإذن من طرف القاضي في التصرف، هنا لابد من اللجوء إلى القسمة القضائية. لازم شروط معينة، إذا ما استوفيتش كل الشروط القسمة الودية ضروري نعم انك تروح للقضاء لما يكون كاين مشكل، خاصه وجود يعني السؤال اننا متى نلجا الى القضاء. نلجا الى القضاء لما وجود قاصر وعدم الحصول على إذن، وفي حال وجود مشكل فيما بين الأشخاص المالكين في الشيوع، يعني غير متفاهمين كيف يتم القسمة، هل هذا يأخذ في الشمال، هل يأخذ الطرف الطريق. لكن هنا نتحدثوا بلي متفاهمين، هما متفاهمين بصح بيناتهم قاصر، في هاتي هنا لازم القاصر يروح لرئيس المحكمة حتى يتحصل على إذن من أجل القسمة. هنا لابد من الرجوع إلى المهندس الخبير العقاري. لماذا؟ لأنه القسمة هي عملية فنية تقنية. تحتاج إلى أهل الاختصاص، والمختص هنا المهندس الخبير العقاري. لما يعطينا ذلك المخطط نتجه إلى الموثق، يتم إيداع ملف يحتوي على عقد الملكية وعلى المخطط. هنا يتحصل الموثق على شهادة التقسيم من البلدية التي تستخرجها من مديرية التهيئة والتعمير من أجل القيام بإعداد التقسيم وإيداعه لدى المحافظة العقارية. طيب نعود إلى مسألة الخبرة القضائية. الخبير هنا المهندس يخرج إلى الميدان، يتفحص الميدان، يشوف يعني وش يدير. نعم. يحرر محضر. إيه يحرر، باش يحرر المحضر. أنا ود باش نقول واحد الكلمة اللي مهمة، خطر عليها دي فوا بعض الأحيان وين استدير البروسيدور تاخذ وقت كبير. استدير تاخذ وقت كبير وتاخذ تكاليف كبيرة. يعني الإنسان اللي راهو في الشيوع لازم يحضر روحه ماليا ووقتيا. يعني كما نقول استدير، وعلاش تاخذ وقت كثير؟ خاطر علاش لو كان نحكموا البروسيدور نلمام القسمة، نحكم التراب نقسمه، هذا مش سهله بسيطه. سي اون اوبيراسيون كي تري تري سامبل. ما هو الصعوبات؟ ولكن الصعوبات هنا وين نروحوا، خاطر علاه كي ندخلوا في لو ديتاي تاع القسمه باه نديروا قسمه. اولا قبل ما نبداو نشوفوا الاطراف واش راهم حابين، هذه الاولى قبل ما نروحوا لهذا الامر، نروحوا للملك بذاته هو. اسكو parce que donc aujourd'hui il faut savoir qu'il y a les zones qui sont cadastrées et des zones qui ne sont pas cadastrées. كما يقول لك المدن الكبرى هي ممسحه، دونك لازم لك لو كارني ليفري فونسيير. بارك الله فيك. ويلزم امر اخر اللي هو مهم جدا، ان تكون المطابقه ما بين المخطط مسح والحاله المدنيه. خطر عليه لو كان دروكا ناخذوا نحكموا غير الحاله المدنيه، وهذا ما اللي بزاف يطيحوا في اللي يدير مشاكل للناس ويعطلهم يعطلهم بار لاسويت، يخرج ان جوجمون ديفينيتيف ومن بعد اون سو روتروف اون نو بو با ابليكي لو جوجمون. هذاك اشكال، هذا اشكال كبير. دونك المهندس يلزمو اول شيء اذا كانت الارض ممسوحه يحوس يشوف قبل المطابقة ما بين المخطط تاع المسح والحالة المدنية. احنا اون فاسيبوزي كو الامر مطابق. نعم. ا سو مومون لا نشوفوا الاطراف، نستمع، خاطر لازم تشوفوهم. يعني انتيغوغاتوار بينك وبينه لازم تشوفوهم وتسقسيهم اذا كانوا موافقين مش موافقين. هي في الحقيقه مش موافق الا مش موافق. ماهوش هذا هو الاخر. يعني هي على الفرز. نعم. هي انه نشوفوا واش هو استدير واش يشوف، كيفاش يشوف هو القسمه. خاطر مهم جدا اننا نستمع لجميع الاطراف.
والخبير اون فوا يسمع كاع جميع الاطراف هذاك الوقت يعرف كيفاه يدير القسمه تاعو. اذا هي هو عمل ميداني بحت بحضور كل الاطراف وكل الشركاء. استاذ محمد فقير، هل هذه الطريقه واضحه للعيان، واضحه للناس ويروحوا ليها؟ نعم. كيف تشوفها انت كمحامي ولا لابد من اخذ محامي والاستعانه بمحامي؟ انا دائما نصيحتي دائما للمواطنين لابد في اي عمل المعلومة. في اي عمل اجرائي قانوني اداري تستشير محامي. نعم. لابد من استشاره. ما خاب من استشار في هذه الامور. لكنها مكلفه استاذ محمد فقير، اللجوء الى القسم القضائي ليست مكلفه. لا. تقريبا لا ابدا، هي ليست مكلفه ولا تتخذ وقت كبير. لكن تاخذ وقت كبير لما يكون اشكالات ما بين الاطراف، لما الخبير لما يخرج ياخذ، لما الخبير في الخبره يطول في الخبره نتاعو، لما الخبير لا يلتزم مع الخبره نتاعو، لما ربما الحكم القضائي ربما فيه مشكل، ربما حتى في تسميه الاطراف، ربما الخبير يقول له محمد كي يروح يلقاه محمد يقول له مش انت اللي راك مذكور في الحكم. ولكن هذه ربما حالات استثنائيه، ولكن العام هو كيف ذلك؟ انه رفع دعوى الخروج من الشيوع. كيف رفع دعوى الخروج من الشيوع؟ انه الملاك في الشيوع يتقدموا بعقد الملكيه. هنا تحدث عن المسائل القضائي. المسائل القضائي نعم، على القسم القضائية أنه يرفع دعوة من أجل الخروج من الشيوع. شخص يرفعها ضد أشخاص آخرين، لما نقول لك شخص يرفعها ضد أشخاص آخرين ما ليس معناها خصومة، هو إجراء لابد منه. يعني إحنا في ثلاثة مالكين قطع أرضية، أنا نرفعها ضدكم مش معناته عندي خصومة، هو الإجراء لابد أن يكون أحد الأطراف ضد باقي الأطراف الملاك في الشيوع. واحد فيهم ثم نطلب تعيين خبير، خبير يخرج إلى الميدان من أجل القيام بالقسمة. الخبير في حكم تعيين الخبير ملزم بمهام محددة، ليست لديه سلطة تقديرية واسعة أو ربما يتصرف كيفما يشاء. لا، القاضي يأمره بالقيام. أول شيء أنه يستدعي الأطراف، ثاني شيء يتأكد من الوثائق المقدمة من الأطراف، ثالث شيء هو تقييم العقار ثم قسمته. من يقيم العقار؟ الخبير. على حسب، هو عنده جدول خاص به يقيم العقار، ثم بعد ذلك يقوم بقسمة ذلك العقار على أقل نصيب من ذلك الملاك في الشيوع، ثم بعد ذلك أو حسب العقود، يعني أقل نصيب في التركة، أما في عقود الملكية على حسب نصيب كل واحد. نعم. منهم. ثم بعد ذلك يقوم بإيداع تقرير الخبرة على مستوى المحكمة. هنا نرجع إلى الدعوة الثانية، وهي دعوة رجوع دعوة بعد الخبرة. أحد الأطراف، يعني أطراف الأولانيين، يقومون برفع دعوة رجوع بعد الخبرة من أجل إما المصادقة على تلك الخبرة اللي قام بها الخبير، إذا كانوا حقيقة متفقين وعجبتهم، يعني كما نقولوا بالعامية، أم في حال ما إذا ما عجبتهمش، هنا المطالبة بخبرة تكميلية، خبرة مضادة، خبرة فاصلة، وهنا القاضي هو اللي يقيد مثل هذه الأمور. فقط أخت فازية، هنا لابد من الأفراد أنهم يكونوا حاضرين لما يجي الخبير. لماذا؟ لابد من تبليغهم. لأنه التبليغ أولا. لا أكيد، أنه الخبير هنا مهام الخبير، لأنه واجب الخبير وليس مهام الخبير، واجب. لأنه في الحكم القضائي القاضي أمره باستدعاء الأطراف، لأنه هنا إذا قام الخبير بقسمة في غياب الأطراف هنا دائما نفتح علامة استفهام. نفتح علامة استفهام. وهنا خرجت للميدان وعاينت القطعة الأرضية مثلا ولقيتها أنها صغيرة وشركاء كتار. نعم. ما هو الحل؟ على هذيك اللي حنايا يلزم الانسان يفهم انه كونت اوني ديزيني بور ان بارتاج، هذا لا يعني اننا راح نقسمه خاطر كاين الشيء اللي نقسمه. متى لا يمكن مقسم قسمه المالك على او الشياع، يعني الارض المشاعه مثلا؟ صح، اننا مثلا عندنا مساحه فيها 200 متر والورثه راهم في 10، لا يمكن قسمتها، غير قابلة. غير قابلة في هذه الحالة، ما هو الإجراء؟ ألور الإجراء سواء نروحوا للبيع في المزاد، داكور، سواء واحد فيهم كي فايتر بروبوزي اشتي بور لا بار، ياخذ يشريها هو، يشريها حد حق الشفاعة، في استدي لا قابلين باش يبيعوها له وحده، ليه هو ولا زوج، المهم يشري الحق نتاع الاخر. نعم. ولا كاين حاله واحده اخرى اللي هي انه هذه القطعه الصغيره قد تبنى، اذا بنيناها تقترحوا انتم هكذايا على الملاك؟ نعم. اذا بنيوها يبنيها، خاطر اذا بنيتها هذاك الوقت
المساحه ما ندخل ما نقدروش خطر على ما نقدر نوليو 10 مترات ولا 15 متر نقدروا نمدوها لواحد قابله دونك سافا اتر اون تولي لا سيرفاس. هل نفهم من هذا ان قيمه الملكيه المشاعه تفقد قيمتها عندما تكون يعني قطعه صغيره وتتقسم تفضل استاذ محمد فاطمه. نعم اخت فازيا، هي في هذه الحاله هنا ما يسمى بالاستحاله الماديه، لانه القاضي في ماديه يعني استحاله ماديه يعني عينيه غير لا يمكن لانه ما يسمى بالقسمه العينيه. لما نبسطوها يعني قسمه عينيه كل واحد ياخذ عينه من ذلك الملك، وهناك ما يسمى القسمه بالتصفيه. القسمة بالتصفية بمعنى أن القاضي عندما طلب من الخبير يقول له تخرج إلى المساحة وتتأكد كذلك إذا كانت قابلة للقسمة، الخبير يرجع له في الخبرة يقول له هذه القطعة الأرضية غير قابلة للقسمة ويوضح له الأسباب. هنا يلجأ إلى ما يسمى بالبيع بالمزاد العلني. قبل اللجوء إلى البيع بالمزاد العلني، البيع الأولوية للملاك في الشروع في الشيوع، يعني هم الأولوية. إذا أحد الملاك اشترى أو رست عليه تلك القطعة، هنا لا يسمى بيع بالمزاد العلني وإنما يسمى قسمة بالتصفية. قسمة بالتصفية لماذا؟ لأنه رست على واحد من الملاك. أما إذا ولا واحد من الملاك ما حبش يشريها، قال لك أنا ما نقدرش، والآخر قال لك ما نقدرش، هنا تروح للبيع إلى الأطراف الأجنبية ويسمى الرسو بالمزاد العلني. في هذه الحالة نعم أنه كان استحالة عينية، وإحنا كثير ما نلاحظوها ليس في الأراضي وإنما نلاحظوها في الشقق. يعني تلقى شقة فيها 40 متر يعني 40 متر مربع، 40 متر مربع وتلقاهم في 50، يعني كيفاش نقسموها؟ هنا لا جاء إلى بد من إما يشريها واحد من الملاك أو واحد من الورثة، أو أنها تباع بالمزاد العلني. لما تباع تلك المبلغ المالي يقسم، لأنه المبالغ النقدية تقسم بين الأفراد مهما كان مبلغها وثمنها وقيمتها. طيب نعود إلى المسار الإداري، عندما تكون في قسمة رضائية اتفقنا جميعا ونروحوا عند الخبير يدير لنا لو رابور نتاعو، ومن بعد ما هي الإجراء الآخر؟ يعني أنتم تخرجوا منها خلاص درتوا محضر نتاعكم وقسمتوا، تحددون يعني ملكية، تفرزون الملكية لكل واحد منهم. une fois le partage établi مخدوم حتى كل واحد من les indivisaires يكون عنده العقد ديالو، il va falloir soit إلا كانت قسمة ودية دونك رانا فتنا بار فوا ادمينستراتيف البلديه مصالح لوتير ولا مرسلما داكور. دونك يفو نوصل الى ان اريتي دو مرسلما ولا ان برمي دو لوتير حتى تفرز كل قطعه، ومن بعد كل واحد ياخذ القطعه تاعو. واذا كانت على طريقه تاع قضائيه يلزم يخرج لنا لو جوجمون، سيتادير تخرج لا كروس. صحيح نعم. اون فوا هاد لا كروس مخدومه هذاك الوقت يصبح كل واحد من الورثه عنده الملكيه تاعو. ما هي اهم الصعوبات والمشاكل يعني بحكم التجربه يعني في الميدان؟ وي. ما هي المشاكل اللي تلقاوها يعني في حال القسمه الوديه مثلا؟ استاذ من ناحيه تاع القسمه بذاتها هل صرات وين قسمتم بعد عاودوا ولا وعلى رايهم ما قبلوش بها مثلا؟ نعم نعم سوفون عندما تقول باللي انه مش غير قابل للقسمه هما يزانسيست يعني يقول لك نو قسم لنا. لا لا في حالته حاجه غير قابله للقسمه هذيك باينه غير قابله للقسمه سي كلير، ولكن عندما الانسان يدير القسمه وي فا فير لاتريبيسيون يمد لكل واحد يا سارتان كي فون با اتر كونتون. واحد انا نعطيك ان سامبل اكزومبل، كيلكان كي توجور اوكيبي لي ليو، واحد كان هو دائما حاكم الدار كامله لا فيلا كامله وحده، ومن بعد جا نهار ولا 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 واحد من ورثه كما هو كما خاوته بالك يسون 10 ولا 15 من دو جور لوندومي يقولوا له يا ودي دروكا تروح تحكم غير جوست ان ابارتمون ما تحكمش كاع. طيب اذا كان نعم اذا كانت في ارض فلاحيه مثلا نعم. تخرجوا تلقاوها باللي ارض قابله للفلاحه الور فو فير تريز اتونسيون خاطر علاش الارض الفلاحيه اولا اخضر لمخطط التوجيه اذا قلنا الفلاحية. ارض فلاحيه معناتها كاين دي نور شوفون يقولوا لك هذه ارض فلاحيه وهي فيها 5000 متر كاري
5000 متر مربع غير لا تسمى، ولكن هي موجودة خارج لو بيريمتر اوربان. هذا هو الاشكال مثلا. نعم. إيه نعم. هنا هنا واش في حاله كيما هذه لا من الارض لا تقسم، لا تقسم، لا تقسم، نعم. ما تقسمش، ولكن كان الاستغلال تاع القطاع. استغلال استغلال. نعم. طيب نعم استاذ محمد فكر. نعم اخت فازية، بالنسبه كذلك لابد ان نلفت الانتباه انه قسمه المال العقار العادي او اللي فيه شهاده التعمير فيه حريه في كيفيه القسمه ما بين الاطراف كيما حبوا يقسموه، يعني ما فيش مشكل يعني. لكن في بالنسبه للفلاحه هناك مرسوم خاص بهذا الامر، هو اللي ينظم الامور، يعني ما هو اقل مساحه التي يمكن، لانه اذا كانت هنالك مجموعات فلاحيه لا يمكن ان نقسم تلك الارض الفلاحيه بحيث انها تمس من طابع كما تفضلت انت قلتي مخطط التوجيهي، يعني لتلك لتلك المنطقه. ثاني شيء، المشاكل كثيره موجوده في القطاع الارضيه، هو لما يجوا يقسموا قطع ارضيه عليها بنايات وتلك البنايات ما عندهاش رخص بناء. يعني تخيلي، كنت حاسه اطرح السؤال، هل يمكن ان نبني على ارض مش بدون رخصه بناء وهي ارض للشياع، ولا كاين ديجا بنايات، كيف يتم التقسيم؟ نعم، هو باش تكون عندنا كما تفضل قبيله الاستاذ انه باش تكون عندنا رخصه بناء جماعيه، امر بسيط يعني. هذا مفروغ منه. نعم. احنا مالكين في جماعه تكون عندنا رخصه لكن غالبا بناء. ولكن حبينا نخرج كل واحد يتمتع بملكيته، كل واحد ياخذ حصته، وبالتالي باش ياخذ كل واحد منهم رخصه بناء خاصه به لابد انه يخرج من الشيوع. ولكن في بعض الاحيان انه كان بناء قبل ما يقسم تلك القطعة الأرضية، ولما يجي يقسم يقول لك، وخاصة إذا ما كانوش يتفاهمين، لأنه لابد أن نفتح قوس هنا، في حال عدم التفاهم بين الملاك في الشيوع نلجأ إلى القرعة. يعني في تحديد نفوتوا نقسموا القطعة الأرضية مثلا إلى 10 قطع، 1 2 3 إلى رقم 10، وحنا ما تفاهمناش كل، لأنه ما قيمة القطعة الأرضية، الحصة اللي تجي طرف الطريق مع الحصة اللي تجي في الوسط ماشي كيف كيف، ما عندهاش نفس القيمة المالية طبعا. وهنا يظهر الصراع ما بين الملاك في الشيوع، هنا يلجأ القاضي إلى القرعة فيما بين الأطراف. لو طيب. شخص حصته وقعت في حصة المالك في الشيوع اللي بنى، هل يأخذ القطعة مع البناية أم أنه يعوضه للطرف؟ هنا تظهر لهذا المشاكل. ننصح دائما بد من استشارة محامي. ربما كنقطة أخرى فقط، هناك من يسأل سؤال يقول أنه شراء في الشياع يعني آلات الفلاحة وكذا، يعني هذه الوسائل الفلاحية، ومن ثم كيف تتم القسمة وكيف تتم هنا العملية؟ هل نفس يعني كما يقول لك هي نفس الإجراءات تقوم على الأرض، على البناية، على العتاد، على الأسهم مثلا؟ نعم. ألور هنا يفو ديسوسي دو شوز. الإنسان يفرز أمرين. في حالة اون اكسبلوطاسيون اغريكول كوليكتيف، خاطر كي نكونوا في مجموعة فلاحية مستثمرات الفلاحيه، هنا يستعملون الادوات. نعم. ايه خاطر كي تكون اون اي لو بروبليم ما ينطرحش، وانما كي تكون جماعيه كاين اشكال. علاه؟ هي وشنو؟ يفو سافوار كيليا لو سول وكاين لانفستيسمون، خاطر لو سول إلي كومان للجميع للاخر، اما لانفستيسمون الواحد مثلا او زوج. الانفستيسمون دو كل واحد سكينا انفستي. نعم. هذيك اذا كانت كيف تقيم كل هذه الاشياء؟ سامحيني، الور كاين مثلا كيما الاشجار. الاشجار كذلك هي سيت ان انفستيسمون، مي كيفا اللي يبقى كوميتون سيت ان انفستيسمون اذا كانوا الاطراف متفقين انه لي سولي كي انفستي الانسان هذا يعني. نعم. اكس. نعم. هذاك دونك يولي لي، ولو انه من الناحيه القانونيه لاندمنيزاسيون تروح للمستثمرة، ما تروحش للإنسان هذاك الشخص. طيب شكرا شكرا على كل هذه التوضيحات. سنذهب إلى سؤال المواطن ونعود مباشرة. إذن سؤال المواطن يقول، أستاذ محمد فقير، نحن ثلاث بنات، هي في مسألة في الميراث، نحن ثلاث بنات متزوجات وأخوين، توفي الوالد وترك بيت يعيش فيه الأخوين وزوجتهم، لكن اليوم نحن بحاجة إلى المال وطلبوا أن يأخذوا حصتهم من الميراث، لكن أحد الإخوة الذكور رفض بحجة أنه ما عندوش مسكن.
نعم، وهو في صلب، نتمنى فقط ما يحرموناش البنات من الميراث نتاعهم. نعم، هو في صلب موضوعنا، وهو تقريبا نعم. في قسمة التركة. صحيح. نعم، قسمة التركة وقسمة العقار ومال شائع. والمال الشائع يعني في نفس، لأنه هذا البيت يدخل في شيوع، يعني عندما يرث الجماعة. نعم. لابد أنه هذا الأخ يعلم بأنه أخواتك البنات حتى وإن كنا متزوجات وخارج البيت فهن لديهن الحق في ذلك البيت، فقط لديه نصف ما لدى الذكر طبقا للقاعدة، للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا نرجع إلى الفريضة وقسمة التركة، بحيث أنك ما عندكش الحق تمنح هاتي البنات من حقهم أنهم يخرجوا من الشيوع. كيف يخرجوا من الشيوع؟ يرفعوا دعوة من أجل قسمة هاته الشقة أو هاته البيت أو هاته القطعة الأرضية. إذا كانت قابلة للقسمة ما بينهن أو ما بين الورثة فيما بينهم، الله يبارك، يعني كل واحد يأخذ حصته. إذا ما كانش، ما عندكش الحق أنك تمنحهم، وهم تذهب إلى البيع بالمزاد العلني وتبيع. إذا كنت أنت حاب تريح في تلك الشقة، ما عليك إلا أن تعطي لهم حقهم نقدي وتبقى. أما إذا ما قدرت، هنا تباع لأجنبي والمبلغ المالي يتقسم فيما بينكم بالتساوي وفقا للفريضة التي حددها الموثق من قبل. شكرا، شكرا جزيلا أستاذ محمد فقير، دائما تفاعلوا معنا ونحن في الخدمة. كسؤال في عجالة، يعني أفضل طريقة للخروج من الشيوع الطريقة الإدارية القضائية وأضمن؟ هي التفاهم حسب التجربة، يعني هي التفاهم ما بين الأطراف. الأطراف إذا شريوا كيف يعني هم نغمال مهم متفاهمين. نعم. لكن نعم. في كما يقول لك المصالح تصطدم مع الوقت. نعم. يعني شكرا. حتى نعم. يعني لابد من التعجيل من الخروج من الشيوع حتى لا يرثها الأجيال في حالة الوفاة. نعم، شكرا جزيلا المهندس خبير عقاري محمد عرب عبديش. شكرا على المجيء وكل هذه التوضيحات. محمد فقير مستشار البرنامج، نلقاك الأسبوع المقبل. شكرا والسلام عليكم.